واحد بغى شي حاجه كيما بغات تكون لا ليفريزون تجي حتى للدار. اقول لي بغيت شي حاجه ليفريزون ماشي مشكل. غير في كازا. اخويا الياس كدير اكثر من فوق المجهود ديالك، كتوصل الناس للرساله، كدور كتسخسخ، انت خدام يعني انسان كيخلي وقته وكيضيع بزاف الحوايج، كنشكروك بزاف. تحيه لخويا عثمان عسيله من هذا المنبر، ها التحيه ديالك اخويا، والتحيه لخويا حمزه طور الزينه، هذو من الاصدقاء، والتحيه لخويا حمدي. كنتوا بارلو لا الدار بارلو الدار هو البارلو. هذا كوب الثمن ديالو، هذا الثمن ديالو 120 درهم بالكاش. هادو دابا خويا هادو وليدات واحد صغيرون يلاه تفطموا. هادو اللي بغا يدريسيو. هادو اللي بغا يدريسيو. فيها باك 2021 بلاك. الله يبارك. ديالو. هذا خويا كيتحط بحال شكل طابله. فيها الجيلات هادو. دابا غندوزو نشوفو الكروكيت كامل اللي كاين. اخ والله كاين جميع الاماركات الله يبارك. اخوان نبداو بهذيك اللي من هنا. السلام عليكم الاخوان، فحنا اليوم في فيديو جديد عند يونس. غادي نتولعو، كاين اللي ميتشاف، كاين فريقات، كاين لي زاكسيسوار، غادي نتولعو كاملين ومرحبا بالجميع. با يونس كي داير خويا؟ كلشي وداك صح مزيان؟ الله يحفظك خويا. مرحبا اي حاجه. بالنسبه للوكاليزاسيون في كاين المحل ومدار خويا يونس. سيدي مومن جوهره. بالنسبه لنا اخويا يونس بغيت توصل معاك 0663 86 23 25 في الاخر. هاي الميناء ديال خويا يونس وغنشوفو راه كاين الجديد، كاين تبارك الله ميتشاف. خليكم معنا ومرحبا بالجميع. نبداو بفريخات اخويا يونس. نبداو هنا فريخات الله يبارك. نبداو هنا بليزانس. نبداو ليزانس هنا يونس. نبداو هنا ليزانس. ليزانس اخويا هادو كبيرين 170 درهم. هنا فراد ديال لا الاولاد ما كاينش. يونس هنا هذوك اخويا تاهما 170 درهم. هذوك فرادين كاين كورونتا ولا كورونتا. يونس هنا هذه كوبل اخويا دي واحده، عندنا شي ثلاث البيضات. البيض ديالنا هنا اللي بيضا زعما واحد عندها هما اللي تحت على الجنين هنا. الثمن الكوبل هنا يونس اخويا 400 درهم. 400 درهم يونس. بالنسبة لنا فيروش؟ فيروش اخويا 35 درهم. 35 درهم فيروش. كاين اللطواط. اللطواط اخويا وداني داوي داخل البدالة. اللطواط زوين. الثمن ديالو؟ اخويا الثمن ديالو 250 درهم. 250 درهم. كاين الكنار. كاين الكنار تيمبراندو ديسكونتيني. هذا الثمن ديالو؟ هذا الثمن ديالو 120 درهم بالكاش. 120 درهم بالكاش ديالو. الكاش ديالو هذا الشكل 120 درهم. هنايا هذا الكار ديال الروز اخويا كيير فغالي. هذا اخويا الثمن ديالو 130 درهم. بقى 130 درهم. ندوزو نشوفو راه كاين كوبلات. نبداو بهذا يونس. هذه اخويا هذا الكار هو اللي بيرسوناتا باردو. بيرسوناتا ونتوا باردو. هذه كوبل الاولى. هذه الثمن يونس. هذه اخويا 1100 درهم. 1100 درهم. وكاينه كوبل وحده اخرى هنا تكر من توينز. هذه اخويا نتيوا. نتيوا يا بيرسوناتا باربلو. وتكر بيرسوناتا بيرسوناتا. هذه هو الثمن بحال بحال الاخر 1100 درهم. 1100 درهم. كما شفنا كاينه الكوبل هذه وكاينه هذه 1100 درهم الوحده. 1100 درهم الوحده. كاينه هنا كوبل وحده اخرى. هنا اخويا كاينه نتوا تحله بيرسوناتا. نتوا حله اللي ما فيها لا لا الكوبل هذه. نتوا بارلو لا الدار بارلو. الدار هو البارلو. قلنا نتوا هي البيرسوناتا بلاصه. هذه الثمن ديالها. هذه اخويا الثمن ديالها تيقول 1100 درهم. 1100 درهم. وكاينه بيرسوناتا خضراء. كاينه خدامه ديال العميلات. هذه الثمن ديالها. هذه اخويا الثمن ديالها كتقرب 600 درهم. 600 درهم. يونس خويا نشوفو هنا كابوني. هذا كابوني. السلام عليكم. هذا خويا بيرو كيداوي داوي مزيان. كوكو السلام عليكم. ها الياس جعد. مرحب الياس. قولي مرحبا بك. هذا خويا اللي بغاه راه الف مرحبا. يونس خويا الباك ديالو باك فيكس. باك فيكس اخويا 2023. الباك 2023.
داو مزيان ماشي عاد ما والو خاصنا راس بيعهم كان والله يبارك الزاف ديالو اخويا والله يبارك ياكل مليح دو كل شيء كل شيء اخويا بيس زوينه كنتي لا غيتام غنجيك على الكاش هو اللي بيع لهنا الكاش هو اللي بيع كيف الكاش ديال الكاروكي هذا اللي كان فيه هو شحال اللي كان فيه ابو الكانت ديالو الكاش حتى يبقى يوم الكاش هو كيبقى ب 1300 1300 درهم باقي جديد باقي جديد يلاه تستعملها شي يومين دابا يوصل ندوزو بيرو شاكولي هذا بيرو شاكولي عين حمرا خويا مدريسين مزيان غير يلاه ولي كيخاف شوية كيطلع في اليد ملي شتيتي ما تيعضكش غير بقى واحد شوية الخوف الثمن ديالو هذا 1800 درهم خويا 1800 درهم هو الزوايا ديالو فيه باك 2023 2023 باك زوايا يوم نشوفو هنا السنجاب هادو السنجاب وليدات اخويا باقيين صغار دابا وليدات صغار هادو اللي بغا يدرسهم يوم نشوفو المولينا هادي مولينا مدريسي اخويا راه شادة من رجليها هنا غير على حساب الناس ما كيدوزو كتخاف شوية ولكن مدريسية كتقول كوكو كتقول اسماعيل كتقول السلام عليكم فيها باك 2021 بلاديين ديالها نتيوا نتيوا قولي باك 2021 وبيان دريسا بدات كتكلم الثمن ديالها الثمن ديالها خويا 1200 درهم 1200 درهم قلنا نتيوا بلاديين نرجعو للسنجاب اخويا اييه السنجاب اخويا هادو وليدات واحد صغيرون يلا تفطمو هادو اللي بغا يدريسو هادو اللي بغا دريساج ما تيعضو ما والو كياكلو اي حاجه او كياكل الدرا دابا كياكل كلشي اخويا هادو الثمن الواحد هادو الثمن ديالهم اخويا 200 درهم البياسه 200 درهم الواحد كاين هذا وكاين هادوك الجوج راهم كاين واحد الجوج راهم تما كياكلو كاين ثلاثة ديال هنا كاينين ثلاثة هذا الصغير فيهم كاع هذا يلاه بدا تفطم حتى هو هو اللي بغا يدرس فيهم كاين هنا في كارج هادو شحال الواحدة 20 درهم 20 درهم الواحد كاين لي زامستير صافي سير الدراري الله يرضي خويا إلياس لي زامستير هنايا هنا كاين كورة ونتاوي كاين كورة ونتاوي خويا كاين كبار وكاين صغار هادو شحال الثمن الواحد؟ خويا 30 درهم البياسة 30 درهم البياسة يونس ندوزو القفيزات كاين هاد الشكل هذا اللي داير كيكتب السيبورة ديالو كاين السيبورة ديالو السيبورة سالا وليا قلنا كاين قفيز هذا كاين هذا كيجي هاد الشكل وكاين واحد الموديل واحد اخر هذا يونس عنده باب هنا من الوسط هذا باب اخويا كيشحال بحال هكا والوكالة في الجناب الوكالة كيفاش الزارولة ديالو راه ما كتشدش هذا الثمن ديالو هذا 100 درهم 100 درهم وكاين الموديل الاخر اللي هذا اخويا كيشحال بحال شكل طابلة فيها الرجيلات هادو كيجي هادو فيه فراشات الوكالة تاو في جناب الوكالة جوج الزارولة بكلشي هذا الثمن ديالو يونس الثمن ديالو شي دير 130 درهم 130 درهم فيه النوار وفيه البيض فيه البيض هكا كامل والنوار كامل وندوزو لكاين الموديلات حدا اخرين هدا ديال جوج وكالات هدا ديال جوج وكالات هدا ديال 65 درهم 65 درهم كاين ديال ثلاثة وكالات وكالة هاد الوكالة 90 درهم 90 درهم فيهم الوان فيهم الوانات كاملين لورونج احمر موغ كاين سيباراسيون ديال ثلاثة وكالات كاين سيباراسيون خويا دايرة 160 درهم 160 المرة فيه العادة تا هو اللي بغا كاين هادو خمسة خويا هذا ديال المولينا ديال الكايك ديال الفيروكي فاتلين دريسين كلشي فريقة دريسين هذا الثمن هذا كيدير 370 درهم 370 وكاين هذا الشكل الاخر اللي هنا كاين هذا تولي شي فريق مدريسي كانوا شفاف مولينا اكولي هذا الثمن ديالو كيدير اخويا 200 درهم 200 درهم وكاين هذا ديال 60 سنتيم هذا ديال 60 سنتيم ما تنقصوش الثمن اخويا شحال الثمن ديالو؟ 190 درهم 190 190 درهم 190 درهم ما عندكش الكبير ديالو ديال 75 كبير ما كنخدمش كاين هادو هنا ديال المقنين المقنين الكانوف هادو الثمن الواحد هادو الثمن ديالو 40 درهم 40 درهم كاين ديال لي زامستير لي زامستير اخويا قلنا 40 درهم خويا ديال لي زامستير او الشكل كيجيب هادوك لي زامستير ديالو بزعلولة الثمن ديالو الثمن ديالو 90 درهم 90 درهم وفيه الوينات راه فيه الخضر الاحمر الازرق فيه الموف فيه النوار زول الماكلة خويا يونس كاين الميلونج ديال الكاروكي كاين ميلونج كاروكي مانيتوبا
في توكا في الزرعه في الكاردي في الدرا. ثمن الكيلو ثمن ديالو خويا 45 درهم. 45 درهم هنا زرع الشوك ماني طوبه فابيريلا النيجر الشيا زرع الشوك. الثمن زوين الثمن ديالو خويا 50 درهم الكيلو. 50 درهم الميلونج ديال الحمام. كاين ميلونج ديال بنجيكا ديال الحمام في الزرعة درا صوغو جبانة درا بيضاء. الثمن ديالو خويا 13 درهم. 13 درهم الكيلو. 13 درهم. كاين اخويا الباطي ماني طوبه صفر الثمن ديالو 60 درهم. يونس هذا ميلونج اخويا مصوبو انا فيه الباطي صفر فيه الباطي فلاي فيه النيجر وفيه الباطي الاحمر. هذا يخدم الكنار لي كالوبسيت لي زانس الفراخ الكبار كياكلوا اي فراخ الكنار كلشي. الثمن ديالو هذا الثمن ديالو 60 درهم الكيلو. 60 درهم الكيلو. ندوزو هنا السيكالين. كاين اخويا السيكالين ديال البيض الثمن ديالو 7 درهم الكيلو ديال الساحل. هذا ديمارا زيرو حتى هو 7 درهم الكيلو. كاين هذا ديال القنية كيدير شحال؟ 6 درهم. 6 درهم الكيلو. كاين الميلونج العادي هذا العادي ديالو. هذا الميلونج العادي ولكن مزيان الثمن ديالو 7 درهم الكيلو. كاين الزوان طويل 17 درهم الكيلو كندا. سلام بخير هانيك مزيان. ميلونج ديال الكنار. كاين ميلونج كنار ماني طوبة داير اخويا 18 درهم الكيلو. كاين زوان مكركب 10 درهم الكيلو. كاين ميلونج كالوبسيت 17 درهم الكيلو. كاين ميلونج بيروش 17 درهم الكيلو عامر مزيان. كاين الخرطال 18 درهم الكيلو. كاين الزريعه كحلة 10 درهم الكيلو. الزريعه ديال البيروكي 30 درهم الكيلو. يونس ندوزو للماني طوبة ديال الميلونج التروكي. هاديك اخويا ديال 800 غرام. هاديك 800 غرام 50 درهم. هاديك ديال الماني طوبة التروكي. وكاينة هادي ديال الماني طوبة ديال المقنين. الميلونج ديال المقنين دايره 60 درهم. عافاكم سلام. سلام شحال فيها العبار؟ 800 غرام. 800 غرام. وكاينة الماني طوبة ديال الهامستر دايره 50 درهم اخويا فيها كيلو. هادي كيلو فيها 50. كاينة الماني طوبة ديال كيلو هادي ديال هادي ديال 2 كيلو. كاينه ديال 800 غرام اللي شفنا. وكاينه ديال هادي 2 كيلو كدير 100 درهم. هادي كتبقى 100 درهم في 2 كيلو. وكاينه ماني طوبه ديال الولوال الحموميه حداد ديال 30 درهم. 30 درهم ماني طوبه. وكاينه ماني طوبه ديال مقلين دايره 30 درهم. 30 درهم يونس ندوزو للفانسي ديال كاين لي زانس وكاين كانوتسيت وكاين بيروش. كلهم كيلو. كلهم كيلو اخويا. والثمن وحده 22 درهم بحال 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 22 درهم. نشوفو الفانسي ديال الكنار هادي نص كيلو. هادي نص كيلو اخويا. الثمن ديالها؟ الثمن ديالها 12 درهم. تبقى 12 درهم. كاينه نجاره هنايا. نجاره فيها كيلو. نجاره ديال كيلو. الثمن ديالها 20 درهم. 20 درهم. كاين خمس تفاح. هادو خل تفاح صغار؟ 10 دراهم. 10 وكاينه كبيره؟ كبيره 15. 15 كاين هاد الماتش. كيف ولا برا خويا. ديالو. هادي تخدم بيروش لي زانس. تخدم كلشي. مولينا كالوبسات. هادي الثمن ديالها؟ 25 درهم. 25 درهم. كاين صادو شيشات ديال المقلين. هادو شحال الواحد؟ الثمن ديالهم 20 درهم. 20 درهم كيبقى الواحد. يونس نشوفوا الافانتيا. الافانتيا خويا هادي 800 غرام. هادي 800 غرام شحال دايره؟ الثمن ديالها 170 درهم. 170 وكاينه باللي بغى العبار. 100 غرام 25 درهم. 100 غرام 25 درهم. والصغيره راه سالات هي غتكون تي ديسبونيبل الثمن ديالها. ندوزو للاكسسوار والماكله ديال المشيشات. نبداو بهاد الاوناط. اوناط اخويا اوناط فيها ستيريليزي فيها الكيتان فيها الفيش فيها ديال الدجاج عادي. نبداو بالصغار ديالو. الصغار مرحبا. الصغار ديال العبار شحال؟ فيها 400 غرام. 400 غرام. كدير 35 درهم. 35 400 غرام. وكاين فيها خويا ديال هادي جوج كيلو ديال كيلونس كدير 100 درهم حتى هي فيها الدجاج فيها الفيش فيها الشريدي فيها الكيتل. كتبقى 100 درهم. 100 درهم. وكاين هذا الحجم الكبير. كاين 4 كيلو. 4 كيلو هادي. كدير 200 درهم. 4 كيلو 200 درهم. 200 درهم. هذا اللي هنايا هذو قلبش كتنطوي هذا بودر تيدار مع الليتيغ مع الحجر باش ما يتعطاش الريحه في الدار. فيه ديال الورد وفيه ديال الخزامه فيه ديال الاولويفيرا. هذا الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 90 درهم. 90 درهم. يونس ندوزو هنا رويال كانيل. كاين رويال كانيل اخويا راه غنيه عن التعريف فيها اثمنه زوينين.
كيدير المشيشات وكيدير الكلاب. اه كيدير المشيشات وكيدير الكلاب. كاينه هذه ديال سيامو كدير 265 جوج كيلو. كاينه هذه سافوار اكزيجن كدير جوج كيلو كيديرها 275 درهم. كاينه هاد اندور ديال المشتي كيبقى في الدار مكيكون فهمتي مكيكونش حركي بزاف دايره 270 درهم. كاينه خويا الكيتشن ديال المشتيات الصغيره من شهر حتى العام كدير حتى 265 درهم. كاينه هاد البيرسون خاصه بالمشتيات يعني الزغبه بيرسون كدير 275 درهم. كاينه هادي ديال هيربال ديال المشات اللي ما تيقدروش يردوا الزغب تيتعطاهم هاد الكروكات باش كيردوا داك الزغب اللي كيكونوا واكلين. هادي كدير 280 درهم. كاين اخويا ديال ستيريليزي ديال المشات اللي مكاسترين ديال العمليه كدير 265 درهم. شوفوا الصغار ديالهم هادو الصغار شحال فيهم العبار؟ هادو اخويا فيهم 400 غرام. هادو اللي شفنا قبيله شحال؟ فيهم 2 كيلو كامل. 2 كيلو وهادو 400 غرام. هادو 400 غرام. هادو اخويا الثمن ديالك كدير 63 درهم. 63 درهم هادو 400 غرام. عاد كاين هادو الصغار هادو الباطي. الباطي. فيهم 85 غرام. كيديروا 20 درهم. هادو 20 درهم. هو كاملين. يونس شوفوا بروشوار. هاد البروشوز اخويا راه عندي فيها السيريات كاملين غير لقيتهم سالاو فيها الكيشان فيها ستيريليزي فيها فيها هاد العاديين هادو. العبار شحال؟ ما فيهاش العبار. لا فيها جوج كيلو. اه فيها جوج كيلو. الثمن ديالها اخويا كدير 100 درهم. 100 درهم. وكاينه مولي. مولي راه فيها الكيشان فيها ستيريليزي حوت فيها فيها الكبار فيها الدجاج ولانشوبا فيها ستيريليزي ديال الدجاج وفيها هذه دخله جديده ديال اللحم ديال الصغار كيشان. هادو العبار شحال؟ هادو خويا 2 كيلو. 2 كيلو فيها والثمن؟ 100 درهم. كيبقاو 100 درهم. الريفليكس؟ الريفليكس اخويا كاين الكيلونس كدير 75 درهم وكاين 2 كيلو كدير 90 درهم. 90 وهادو راه فيها كاع الارتيكلات كاملين بحال بحال فيها السلمون فيها الدجاج ديال الصغار فيها الدجاج ديال الكبار فيها الاوغيناغي ديال المشاش اللي محصورين فيها ستيريليزي حوت ودجاج فيها اللحم والروز فيها بزاف ديال الارتيكل ريفليكس. نفس الثمن كيبقى نفس الثمن كيلونس 75 2 كيلو 80 درهم. يونس شوف هادي لوشا. هادي لوشا خويا كيلونس. كيلونس كدير 55 درهم. 55 درهم. فيها ديال اللحم وفيها الدجاج وفيها الكيتشن سالات لي غتكون ان شاء الله السيمانة. يونس نشوفو هنا مكليور. هادي مكليور باطي اخويا. نفس النكهة ولا فيه توا؟ لا فيه السلمون فيه ديال اللحم فيه ديال الدجاج وفي ديال الكبده. الثمن ديالو 12 درهم. 12 درهم. نشوفوا هاد لي بوطي هنا. كاين رو فيه 800 غرام فيه اللحم فيه الدجاج فيه السلمون فيه الكبده الثمن ديالو 18 درهم. كاين ميغليور طروفا الثمن ديالو 9 درهم حتى هو فيه اللحم الدجاج حوت وفيه هاد البواسون ديال لانشوبا. هنا 100 نكملوا في 100. كاين 100 هذا ستيريليزي ديال المشاش المعقم اللي داير العمليه الثمن ديالو 12 درهم هذا باطي. وكاين هادو طروفا كاين اللحم كاين الحوت كاين الدجاج الثمن ديالهم 9 درهم. هاد الماد ميو هاد الماركة اللي كنهضرك يعني بروميان كاين اخويا انرجي حتى هو الله مليح المشتجع طيلي تياكلو كاين فيه حتى هو الدجاج وفيه اللحم وفيه الحوت. وكاين هذا شويه يلاه خرج الناس اللي كتبغي دابا باطي كبير هذا باطي كات فود الثمن ديالو كيدير 18 درهم. بلا عندهم شي شات كثار. اه فيه 800 غرام. وعاد كاين هادو الصغار ديالو. كاين هذا رصوص. كاين عاوتاني الصغار ديال ميو. فيه الصغيورين كيتان فيه ستيريليزي ديال الطونه فيه السلمون فيه اللحم ديال الغني لا وفيه اللحم ديال العجل الثمن ديالهم 6 درهم. 6 درهم هادي. كاين هاد ديانا. كدير 5 درهم فيها الدجاج واللحم والحوت. كاينه ديانا 300 غرام الثمن ديالها 12 درهم. كاينه اميغوس الثمن ديالو 10 درهم في غير السلام حتى هو 300 غرام حتى هو 300 غرام. كاينه البيش كول بحال الشكل ديال البليزير الثمن ديالها 5 درهم. كاين هاد لي باطي هنا كاين هاد الغميس هذا الثمن ديالو خويا 9 درهم فيه الدجاج فيه السلمون فيه لاشوبا فيه لحم الطوماط هذا شكل باطي. اه هذا اللي هنا هذا خويا ديال الحوت هو وهذا هنا ديال اللحم والطوماط. نفس الثمن نفس الثمن كاملين 9 درهم. هذا شالما كاين شالما 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 300 غرام هذا ولا لا غير 100 غرام هذه شي زوينه هذه هذه الثمن ديالها 6 درهم. كاين بروشوز بقى عندي شي غير الحوت واللحم اه حتى هو 100 غرام الثمن ديالو 6 درهم. 6 دراهم ديانا ايكو ديانا الثمن ديالها 5 درهم حتى هي صحاب صغار. كاين بليزير
فيه الحوت، فيه الدجاج كيتن، وفيه اللحم، الثمن ديالو 6 درهم. وكاينه بليزير، هذا بليزير فيها الكيتن، فيها اللحم، فيها الطون، فيها السلمون، فيها لادان، فيها الدجاج، حتى هي الثمن ديالها 6 درهم. هذه مابقاش كيجي فيها الحجم كبير؟ لا لا، هي صغيره صغيره، ها 100 درهم، 6 درهم الوحده. يونس ندوزو لهادي، كاينه الدور لايف اخويا، هذا كله بابي، هذا فيه الحوت، فيه الدجاج ديال الصغار، فيه الدجاج ديال الكبار، وفيه اللحم ديال الصغار، وفيه اللحم ديال الكبار. الثمن ديالو خويا 10 درهم باطي، هذا ماشي طروف. 10 درهم هذا الباطي اللي شفنا. باطي كيبقى كيما قلتي اللحم، الدجاج، والحوت. الحوت وهنايا كاين بروشوز، بروشوز هو راه غني على التعريف، كاين فيه الكيتن، وفيه السلمون، وفيه اللحم والكبده، وفيه اللحم، وفيه لانشوفا، وفيه الدجاج. الثمن ديالو 12 درهم. بقى 12 درهم. هادو اللي حداهم كاينين، هاد الساشيات هذا الثمن ديالهم فيهم بروموسيون 20 درهم، بقات فيهم 3 موا، فيهم 4 ساشيات، بحال كيطلعو 5 درهم. كل وحده فيها 100 غرام، فيها الدجاج وفيها اللحم. مخلطة لداخل الدجاج واللحم. تكون ميكس. هذا كاين الحكيكات صغيرين هاد الكوغمي غير الاخر، هذا ماشي بحال الاخر، هذا كيدير 6 درهم. بحالو بحال هاد اميتي، حتى هو داير 6 درهم. فيه الدجاج وفيه الحوت. هذا خويا كاين فيليكس، فيها الجينيور، فيها اللحام، فيها اللحم والخضرة، كتكون هي فيها بزاف ديال الأرشيف. كتباع كاملة ولا غير وحدة؟ كتباع أربعة، وعندي فيها الديضان، الثمن ديالها خويا 27 درهم. ووحدة ديضان؟ 7 درهم. 7 درهم. هي هذي الديضان ديالها. هي هذي 7 درهم الوحيدة. وكاينة فريسكيس. فريسكيس أخويا 7 درهم من الكيس. 7 درهم تعيش هي فيها الحوت اللحم ديالها. هادو الفريونديز، الحلوى. داك الشيء ديال شي لافوت مع المشاوي، تدخل للدار وتطلب من الناس معاك تعطيها الفرونديز. كاين فيه توا ديال الدجاج، فيه ديال اللحام، فيه ديال الفرماج، فيه هادو بحال لي بومبو، بحال المسكاربين. كاينين هادو ديال الشركة ديال فيليكس ديال كيرينا، كيديرو 16 درهم، وهادو كاملين هنا كيديرو 15 درهم. 15 درهم. عادة كاين كاتيسفاكسيو، هادو من أحسن الحلاوة المشاكيات، هادو كيديرو 17 درهم. فيهم هذا ديال اللوز، وفيهم هذا ديال اللحم، يلا دخلهم الدجاج، عرفتي كيف داير؟ الدجاج هاد الدجاج والسلمون والفرماج كانوا ديجا شحال هادي؟ هادي الثمن وحده؟ 17 درهم. 17 درهم. هادي ديال بوشون ديال ويستاس دايرين 28 درهم، الثمن ديال مناسب. هادو 28؟ فيهم حوت، وفيهم دجاج، وفيهم هادي ميكس، كتكون وحده لحم، وحده دجاج، وحده حوت. هادي كلهم اربعة، الثمن 28 درهم. وهذه اللي هنايا ويسكاس هذا خويا 300 غرام، فيها الجينيور، فيها اللحم والدجاج ديال المشات الكبار، دايره 25 درهم. ندوزو يونس الكروكيت. هي خويا هادو كيديروا 3 درهم الوحدة، ولا خديتي باكية كطيح عليك بجوج درهم ونص، فيها خمسة. وكاين هاد لي سيجار كيديروا 5 درهم، ولا خديتي باكية فيها 8 كطيح عليك ب 35 درهم. كاينة هادي فيها 6، فيها بروموسيون دابا، دايره 25 درهم. كاينة هادي فيها 6 البياسات، دايره 20 درهم، بحال كطيح 3 درهم فاصل 33 فرانك. يونس دابا غندوزو نشوفو الكروكيت كامل اللي كاين. اي خويا والله كاين جميع الاماركات، الله يبارك. اي خويا نبداو بهذيك اللي من الهاش، من الها مولي ياك. كاينه مولي، نبداو هنايا مولي. دايرين شي جات صغيورين من شهر حتى ست شهور، ديال الدجاج، الثمن ديالها 40 درهم من الكيلو. كاين هادي ديال الدجاج بوحدو، ديال الصغار شاية، الثمن ديالها 40 درهم. كاين هادي الدجاج ستيريليزي ديال المشات اللي دايرين العملية، هي 40 درهم. كاين هادي ستيريليزي سلمون، هي 40 درهم. كاين هادي لانشوبة مع الدجاج، هي 40 درهم. هنا غندوزو الريفليكس، سالينا من المول، سالينا من المول، دابا ندوزو الريفليكس اللي لاكام ديالها كاملة، اللي معروفة وكيبغيوها الناس بزاف، وكتبغي الإنسان يكون معقول فيها، يخدم فيها معقول. فيها خويا الدجاج والروز وزرعة كتان، حتى هي الثمن ديالها 40 درهم للكيلو. هنا الفليس اللي تنقولوا الفليس، الفرق ما بين الخنشة الكحلة والبيضاء هو البروتين، الفليس كتكون طالع شوية في البروتين، الثمن ديالها 40 درهم للكيلو. هنا كاين اللحم مع الروز، الثمن ديالها 40 درهم للكيلو. هنا كاين السلمون بوحدو، الثمن ديالو 40 درهم للكيلو. هنا كاين اللانشوبة والروز وزرعة كتان، الثمن ديالها 40 درهم للكيلو. هادي البليس، هادي فيها الدجاج والخضرة، هي 40 درهم للكيلو. كاين هنايا الدجاج والروز وزرع التان والخضرة، الثمن ديالها 40 درهم للكيلو.
هادو كيتم ديال المنتجات الصغيورين من شهرين حتى لست شهور، فهي الثمن ديال 40 درهم الكيلو. هذا خويا الياس الدجاج والزرع الشتان والروز الكيتم، هادو الصغيورين اللي كنقولو دابا حتى هما 40 درهم الكيلو. هادي كانت دخلت رفلاس جديده سلامون، عمر المنتجات الصغار ما خرج لهم السلامون في كروكيت، خرجوا لهم هاد المره حتى هو 40 درهم الكيلو. وهادو شحال نشات هنا، هادي زرع الشتان والروز والسلامون ديال المساشي دايرين العمليه حتى هي 40 درهم، وهادي ستيريليزي ديال المشاش تاعهم يدير العمليه حتى 40 درهم الكيلو. هذا اللي الكروكيت عادي، الناس اللي كيبغيو الكروكيت رخيص وزوين في نفس الوقت، كاينه هذه دايره 15 درهم الكيلو. هذه سي بريم غنيه على التعريف، كاين اللي كيقول لها فرماج، كاين اللي كيقول لها شفافيه، الثمن ديالها 30 درهم الكيلو. كاين اخويا هذا الكروكيت ديال الدجاج داير 25 درهم الكيلو، وهذا تا هو الدجاج داير 20 درهم الكيلو. هذو المشيشات ندوزو للكلاب. كاين ديال الكلاب تا هو هذا الكلاب اخويا، هذه العاديه دايره 15 درهم، وهذه اخويا بيت انرجي 100 ما دايره 20 درهم الكيلو. كلاب صغار ولا كبار؟ كلاب صغار صغار، وهذيك ديال الكلاب الكبار. هذه نفس الشركه بجوجهم بيت انرجي، هذه اللي كيبغي شي حاجه طالعه في البروتين و100 ما. وكاين اخويا هذا سبيك سميتها سبيكتروم، كدير 30 درهم الكيلو. هاد كاين الكروكيت مازال نشوفو ديال الكليبات، مازال كاين ديال البكية، كاين هذا ريفلكس ديال الكليبات، كاين السلامون، هذا راه السلامون، السلامون ريفلكس 3 كيلو، دايره 100 درهم. كاين هاد بيرينا بروبلو، داير فيها بروموسيو، 3 كيلو، فيها شهر 9 دايرلها 230 درهم. كاين رويال كاني، كاين رويال كاني من شهرين حتى 10 شهور ديال الكليبات الصغيورين، الثمن ديالها 215 درهم. كاين هاد ميني اديل ديال الكليبات الصغيورين ديال الكبار، الثمن ديالها 200 درهم. وكاين هاد ديال بيشو مالتي، خاصة غير بيشو مالتي، دايرها 190 درهم. هادو العبار فيهم شحال؟ هادي غير كيلونز، كيلونز هادو جوج كيلو، هادو جوج كيلو اللي شفنا. عاد ندوزو خويا للبواط ديال الكليبات، كاين البواط تاعهم ديالهم، كاين هاد روكي، روكي راه فيه الكبدة وفيه اللحم وفيه الدجاج وفيه لادن. هما الانواع ديالو، الثمن ديال الثمن ديالو اخويا داير 10 دراهم، 10 دراهم، هنا كاين ثمن زوين راه واصل الثمن ديالو 14 13 درهم، وهذا ديال الكليبات الصغيورين، هذا تا هو داير 10 دراهم، وكاين هذا الشكل هذا، تا هو باطي، شكل 300 غرام، فيه اللحم وفيه الدجاج، الثمن ديالو 10 دراهم، وكاين اللي كيبغي عنده كلب كبير تيبغي يعطيه وجبة وحدة، كاين هذا فيه كيلو وربع، الثمن ديالو 20 درهم، راه فيه ثمن زوين. ندوزو وكاين فرونديز، الفرونديز ديالهم ديال الدريساج بحال دابا الصطيل هذا الصغير كيدير 45 درهم، وهاد الكبار 55 درهم، فيهم ديال الكانيش وفيهم ديال الكلاب الكبار. كاين هادو بحال ديال لي سوسيت ديال الدريساج كيديرو 12 درهم. وكاين هاد العضومه هادو فيهم اللحم ديال الدور ديال تاني كورسون ديال اللي شي واحد بغى يسافر شي يومين يخلي ليه شي عظيمه تاع هذيك الكلاب الكبار، الكلاب الكبار الثمن ديالو 25 درهم. يونس نشوفوا هنايا لي زاكسيسوار ديال الكليبات، هنا خويا كاين سماطي، كاين سماطي، كاين سدريات، كاين كولي ديال العون، نبداو كاين البودان اللي كيبغي الدريساج، هذا الثمن ديالو 50 درهم. كاين اخويا هاد السمطه والصدريه فيها ثمن زوين 30 درهم. كاين هاد الصدريه بوليس بالصمت كتجيب بشكل الصمطه ديالها، هادي كلاب كبار، هادي كلاب كبار بيرجي مالينوار دوب صاف البيت كلشي الكليبات، هادي كدير 70 درهم. وكاينه الصغيره ديالها كدير 65 درهم، هي هاديك اللي كدير مالينوار ولا من 3 شهور حتى 7 شهور تقريبا. وكاين هاد الموديل هذا حتى هو هذا كيديرو 90 درهم، هادو صحاح شامة. وكاين الصغار ديالهم الموين ديالهم كيديرو 60 درهم، وكاين الصغار ديالهم كاع هادو ديال لي كانيش كلي صغيورين تيديرو 35 درهم. هاد كاين هادو اللي هنا اللي هادي اللي كتجمع سميطه، هادي فيها 5 متر اللي كدير 60 درهم، 60 درهم. وكاينه هادي كدير 100 درهم فيها 8 متر، 8 متر ولا لا. وكاين الكمامات، كاين هاد الكمامات كاين نمره 4 اللي كتلاقى البيرجي المالينوا الروت كدير 60 درهم، كاين النمره 3 اللي ديال الكويبات شي صغيورين بحال بحال الثمن، عطيت غير بارابو. كاين السدريات اللي كيجيو بلا صمطه، هادي كتجي كتشد كتشد غير من الدريساج ولا الصمطه ديالها هنايا، هادي كدير اخويا 70 درهم.
هما هادو فيهم اللوانيات. اه فيهم اللوانيات. شوف اللوان هذا. النوار. واي لون بغات ليا نجيبو ليه. ندوزو ليكولي يونس. كاين اخويا هاد ليكولي صغيورين ديال اللوبات صغيورين ديال البيشون ديال شي مارينو صغيورة دايرين 20 درهم. كاين هادو 25 درهم. وكاينين هادو ديال الكلاب كبار 30 درهم. وكاين اللي شي كيبغي شي واحد شي سلسله ديال الرباط اللي كتبغي تكون صحيحه باش ما تقطعش ليه كاين هادو ديال الكواتشو كيديروا 30 درهم الكبار و20 درهم الصغار والموين سيروليه كيديروا 25 هاد كاين هادو بحال لي ترونغلور هادو ترونغلور هادو ترونغلور شي حاجه زوينه هادو كيديروا 50 درهم وكاين ترونغلور ديال الشوك ديال الكليبات المارينوا البيرجي ديال الكليبات اللي سميتو عنق ديالهم رقيق هادو كيديروا اخويا 70 درهم وكاين حتى ترونغلور ديال الكلاب الكبار ديال البيج ستاف الريد نوت هادو كيديروا 50 درهم هذا كاين السلسله اللي كنقولوا لها حنايا قبضه حمراء اللي هي هذه كتكون فيها السلسله والطولي كدير 20 درهم كاين اخويا هاد الكمامات ديال الحديد هادو كيديروا 80 درهم فيهم الصغيره وفيهم الكبيره فيهم ديال الكبار والصغار وكاين هادو لي زوبجي بحال هادو ديال الجلسه كاين هادو التينيسات الكبار بالخيط كيديروا 35 درهم وفيهم الصغار ديالهم فيهم الصغار ديالهم كيديروا 25 سنوليه غتكون سلعه ان شاء الله وكاين اللي كيجي كيقول لك بغيت شي صمته ما تقطعش اللي كيكون شي كلب اغريسيف كيكون قبيح كاينين هادو تيديروا 70 درهم هادو شي حاجه مزيانه كاين هادو بالروسول تيديروا 40 درهم وكاين البلاط ديالهم كيديروا 50 درهم كاين عندي هادو كيديروا 110 درهم هادو دابا شي حاجه مليحه اوريجينال اه ومنين كتشد كتجي على جوج شكال هذا خويا سينيال وشيتا ديال الكليب شام لي باغ واحد السنينات هذه خويا كدير 65 درهم 65 هذيك الحده وكاين هذا خويا الكات مينت اللي هي اللي ديك العشبه اللي تيسوسوها في الارض تتبوق زعما مشات باش كيبقاو يدوروا كاين على هذا الشكل غبره وكاين على هذا الشكل كتلصق في الحيط كيبقى يلحسوا على مشات خيم زعما كامل كاين اخويا درولو ديال الصغر الناس كيديروا هادو خويا كيديروا ديال في مونا تمن زوين 30 درهم 30 درهم وكاين هذا رولو ديال الزغب الناس اللي كتكون خارجه وكيبقى فيها الزغب ديال المشاش رولو فيه 12 دوره كيدير 12 درهم بحال درهم الدوره كاين هذا الطولي ديال المشاش كيديرين 10 درهم بروموسيون كاين هذا كاين اشكال الوان كاين هذا الموديل كانوا 20 درهم كانوا 10 درهم كيبقى 10 درهم كاين الليغا ديال الزغب كاين اللي كيبغي يدوز بها كاين اللي كيبغي يمشى بها دير 30 درهم كاين هاد الفوير تيمشي راه فيه هاد الخيط هذا كيتجر على هاد الشكل هذا دير 25 درهم كاين المقص ديال الكبار ديال الكليبات والمشيشات بالمبرد ديالو اللي بغى يدير البيديكير والمينيكير دير 30 درهم اخويا الياس كاين هاد المشيطه دير 20 درم كل واحد هنا دابا في المحل اش كنديرو كنخليو كل كليان على حساب الجيب ديالو ما يمكنش يجي عندك كليان تقول لي مثلا مصطفى دايره 50 درهم وما عندوش يقول قل منها تقول لي لا ما كاينش بسم الله ما عندوش قال الانسان كتعاون معاه كتغمض عينك هنا وكيخلف الله من هنا والهدف عندنا حنا في هذا الشيء كامل هو الخير الانسان توفر ليه باش يدير لاجر كل شيء اللي عنده واللي ما عندوش واللي باغي بثمن غالي نعطيه حاجه زوينه واللي باغي بثمن طايح نعطيه حاجه زوينه سوق كل شيء الكليان حنا عندنا الهدف ديالنا في هذا المحل كبير صغير كيما بغى يكون هو يدخل فرحان ويمشي فرحان هذا هو الهدف اللي كنبازيو عليه حنا في هذا المحل ماشي الانسان مسكين مثلا ما عندوش وتجي وتقول لي مثلا لا ولا كذا ولا نقدر نقول لك ما نديرش معاك كريدي ولكن نقدر ندير معاك زوين في السلعه فهمت اخويا الياس بغيت نقول لك هذا هو الهدف ديالنا كاين اخويا هذا المشطق اللي كيدير فيها لانجيت و تيمسح بها تاهي حوايج هادي الثمن ديالها كدير 50 درهم كاين هاد الفويرات كيغوتو دايرين 20 درهم كاين هاد المشطه هادي ديال الكلاب ومشاش ديال العمال خاصه بالعمال كدير 40 درهم وهادي فيرميناتور بحال ما كاين هاد الحسانه كاين اللي كيبغي يحيد داك الزغب اللي كيكون زايد المشاش كيديروا 150 درهم راه كيديروا اصلا نورمالمون 180 درهم هذا عندنا خويا هاد المشيطة هادي كتجي على هاد الشكل هذا في هاد البوطون هنا هادي كتشطبها كتحيد الزغبة كتمشط كتسالي كتورك كتسالي كيحط الزغب كامل كيمشي بحالو هادي الثمن ديالها خويا الياس كدير 40 درهم وعندنا واحد المشطة اللي دايرة ضجة كلشي كيجي كيسولنا هنا اللي كتسمى مشطة ديال لافابور اللي هي هادي كدير اخويا 60 درهم فيها ثمن زوين 60 درهم وقلت لك اخويا الياس كاين هذا المشطه على الشكل كتجي على الشكل هذا كتعمر بالماء من هنايا ولا بغيتي دير فيها مثلا شي قطيره ديال شي بارفان عزيز عليك انت
كنبيعو حنا بافان ديال المشاش، كتورك على هادي وكتبقى بحال هكا كتمشط بها المش وكتحيد داك الزغب الميه داك الزيد كيتحيد. كلشي دابا كيسول على هاد المشط، كاين اللي كيبيع ب 80، كاين اللي كيبيع ب 90، حنا دايرين لها 60 درهم فيها ثمن زوين. كتخدم بالحجر ولا؟ وفي واحد الكميه محدوده لا بلا حجر، كتخدم بالضوء، كتشارجا كتشارجا بكابل تيبسي في الضوء، راه ديسبونيبل وفي واحد الكميه محدوده. عاد المشيطات كيجي بهذا الشكل ديال العمان هادو، مشطه سيليكون تدير فيها الشامبوان وشويه الماء، كتسد هنايا كتعاون المشيش ديالك. هادي الثمن ديالها؟ هادي الثمن ديالها 20 درهم اخويا. 20 درهم. كاين اخويا عاوتاني هاد لي جواد، هاد لي جواد ديال المشيشات كيديروا 25 درهم ديال العصا. كاين انسان اللي كيتقدى عندنا راه تنعطيوه كراس وكاع ما كنشدو ما عندو شي حاجه. وكاين اخويا اللي المش ديالو ما تيخليش يدوش، كاين هاد الكاس هذا تاعي كيبغيو اللي شي مش ما تيبغيش يدوش ولا شي مش مسكين مريض تيدير ليه شي بوماده ولا كيبقى ينحس كدير هاد الكاس دير هاد الشكل هذا. الثمن ديالو كيدير 25 درهم. كاين اخويا اللي لانجيت ديال المشيشات اللي ما كيبغيش يدوش ولا مش، كاينين هادو كتكون فيهم 40 حبه دايرين 40 درهم. كاين اللي لانجيت ديال الودينات، كاين لانجي ديال العينين، كاين لانجي ديال لي بوزوان كيديرو تما 40 درهم. كاين اخويا هاد الكامين ديال الماكلة شحال مزيان شي حاجة زوينة دايرين 10 دراهم. كاين هادو ديال لي نوكس ديال المشاش الكبار وديال الكوليبات كيديرو 60 درهم. كاين عاوتاني هاد الكامين شكل بلاستيك هنا و انوكس الفوق، هادو الثمن ديالهم اخويا 35 درهم. والكبار ديالهم تيديروا 45 درهم، يعني هما هادو شي هما كيجيو على هاد الشكل هذا. غادي تقدر تحيد هاد النطوية وتعاود تهضر. وكاين كامين دوبل اللي هو هذا فيهم هاد اللوينات، كاين اللي كيبغي يدير الماء والماكلة، هادو دايرين 15 درهم. كاين هاد الموديل هذا حتى هو بحال بحال 15 درهم. حتى هما الشكل ديالهم زوين كيما قلتي ديال الماكلة بجهة والماء. هادوك الكبار هادوك الكليبات الكبار. كاين عاوتاني هادو ديال الكلاب كبار، كاين هادي ديال لينوكس ديال الطاليان هادي تدير 55 درهم والكبيرة 80 درهم. بالنسبة للكلاب الكبار ديال اللي عندو الكلاب الكبار كيطيحو طيحو لي الماكلة ياخد هادو. هادي ما كتخلاش تقلب كتخلى واحد الجلدة لتحت ما تكليسيش. كاين هاد اللعبة في هاد الفوير هادو ديال الطاليان ديال المشيشات، هادي ديال المشيشات هادو كيديرو 100 درهم. وكاين هادو اللي هناك، كاين عاوتاني هادو اللي هنايا فيهم تروازيام ايطاج فيهم هاد التينيسات كتبقاو تلعبو بهم المشيشات، الثمن ديالهم اخويا 60 درهم. كاينين هادو فيهم غير كورة واحدة، هادو ديال الماطان ايطالي ديال الطاليان الثمن ديالهم 70 درهم. وفي بالويرات اللي بغا شي حاجة، أي واحد بغا شي حاجة يجي للمحل عندنا وما يكون غير الخير إن شاء الله. مرحبا بهم. هذا يونس؟ هذا خويا مكمل غذائي البروتين هذا. هذا ديال المشيشات ولا كلاب؟ هذا كلاب اخويا. ديال كلاب؟ باور بروتين شركة ديال تركيا بيو اكتيف، داكشي ناضي كيعطي الطاقة الميسكيلير داكشي ديال الكليبات ديالو ديال الكلاب الكبار ديال 230 درهم. دا كيتخلطوا ليه مع الماكلة؟ كيتخلطوا ليه مع الماكلة هذيك الساعة. راه الانسان إلا جاب غير نشرح ليه كيفاش كيتاكل. ونشوف هاد المشيطة هادي. كاين اخويا هاد المشطة كتجي على هاد الشكل هذا ديال الحوايج هادي. هادي كتطوي بها الحوايج ياك تلعب مع المشيش ديالك. الغبرة ولا شي حاجة كتحيد الحوايج. وهاديك اللي كيبغي يديرها معاه مثلا في الجيب ديالو اللي كيكون مخرج المش، كتشط بها الحوايج كتشط بها الجينات كتجي على جوج شكال الصغيرة والكبيرة. الثمن ديالها خويا 65 درهم، هذا ثمن مناسب. هنا الرويحة ديال المشيش، كاين اللي كيبغي يريح المش ديالو على حساب الريحة والسميتو. كاينة الصغيرة والكبيرة. كاينة الصغيرة، كاينة الصغيرة وكاينة الكبيرة. هادو شحال؟ هادي 40 درهم. والكبيره سالت لي 40 درهم بجوج. هذه بحال اللي شفنا قبيله، هذه بحال اللي شفنا كتخلط مع الليتيا كتعطي البارفان ديال الفريز. وكاين اخويا هذا شامبوان ديال الاترو، الناس اللي ما كتبغيش تبقى تشري شامبوان صغير داير 60 درهم هذا، والصغيره ديالها دايره 20 درهم. كاين هذا حتى هو داير 20 درهم. كاين هذا الشامبوان داير 40 درهم. هذا زيت السلمون كيتخلط مع الكروكيت لا المشيشات ولا الكليبات داير 90 درهم. كاين هاد الرشاشه ديال البرغوت عاديه، كاين اللي كيجي كيقول لك عطيني شي رشاشه عاديه دايره 20 درهم. كاين هاد الشامبوان بلا ما غبره، كاين اللي كيبغيش المش ديالو تيبغيش ليه الما تيدير لهاد الشامبوان هذا بودر ديال 70 درهم. فيه الكلاب وفيه المشاش بحال بحال في الثمن بحال بحال في الثمن. هذا شامبوان شي حاجه اللي كيما كنقولو بروميان
دايره 70 درهم، وهذه الشاشه ديال البرغوت ديال الكوليبات والمشيشات حتى غير عاديه اللي كيبغي بحال هادشي، هو اللي قلنا دايره 20 درهم. هذا شامبان لاموس بحال بحال الماء بحال لاموس، اللي بغيتي تدوز غير بلانجيت ودير الشامبان هذا شحال كيدير؟ 70 درهم. 70 درهم كاين اخويا هذا رشاشه للكوليبات اللي كتبغي نمشيو ندير لي بوزوان في شي بلاصه ديال الكوليبات الصغيره، يعني كدير 60 درهم. هذه التقطيعه ديال الودنين ايفيكاس، شي حاجه زوينه، شي المشاش اللي كيبقاو يحكوا داك الوسخ وسميتو كتنيطواي لهم الودنين ديالهم من برا، وفي نفس الوقت كتقطر لهم الداخل. كاينه دايره 50 درهم. كاينه هاد الفانيل سميتو اوبتي فور، فاتح الشهيه زوين الزغب ما تيبقاش يطيح. الثمن ديالو اخويا داير 85 درهم في 100 حبه. الطريط مو ديالو ديك الساعه كتجي شي واحد راه نشرح ليه ريفيرس لاكا، راه غنيه على التعريف. وكاين هاد الحليب ديال المشيشات ديال الله مفطومين، من ممكن اللي كيبغي يكمل لهم الرضاعه بالرضاعه ديالو كتقام الحليب بالرضاعه ديالو ب 60 درهم، 20 درهم في 40 درهم. وهذا حليب كيتخلط مع الماء بحال شكل النيدو، بحال المشاش بحال الكلاب، داير 90 درهم. كاينه هاد الشكاره هادي فيها اللوينات، فيها الصفر، فيها الغوص، فيها الزرق، فيها الاحمر، فيها واحد الثمن زوين بزاف اخويا الياس، الثمن ديالها 180 درهم. وفيهم اللوينات كيفاش فيهم؟ وكاين هادوك الشكاراتين مغطيين داير فيهم ثمن زوين، بقى واحد جوج بياسات ملي كتبقى شي حاجه الاخران ديال الثمن زوين، الثمن ديالها 170 درهم. وكاين هذاك بحال الساك هذا؟ كاين هذا السوايق ديالو، كاين اللي كيبغى يدير كيفاش يدير الشكاره تيدير كيزوق جنب هذا اخويا داير 220 درهم. وفيه اللوينات؟ فيه الزرق، فيه الغوص، فيه الغوص، ها هو الغوص فيه الغوص، اللي بغا الواحد فيه اللي مغطي وفيه ترونسبار. هادو كاين اخويا هاد اللي كيناسو المشاش، ها هي هادي اللي هنا جبدنا اليوم، هما خويا تيكونو هنا في السلالو فيهم بحال كيما تضيو الطفار ديالهم الناس اللي كيمشيو لهم الناموسيات قويين تضيو الطفار. هاد الأرباشة هادي كدير 100 درهم، واللي حداها واللي حداها الصغيرة كدير 70 درهم. 70 درهم هاديك الصغيرة عاد اخويا كاين هاد الناموسيات تاهما هادي كتباع ولا كتباع ديال طاي؟ كتباع اللي بغيتي، اللي كيبغي الكبيرة الحجم اللي بغيتي، الكبيرة 120، المويان 100، الصغيرة 80، على حسب الحجم اللي عندك انت. وعندي دوك اللعيبه الضايرين الكوسينه الضايره اللي تعرفهم الناس كاملين، ندير لهم ثمن زوين 60 درهم، كلشي يفرش المشاش، كلشي ناعس. كاين هاد الدويره هادي، كاين البريريكات تاهما حسب لهم 60 درهم. كاين هادو ديال الطاليان كنقول لهم حنا ولادات، كتدخل المشا كتولد لداخل دايرين 200 درهم. وكاين هادو ليليتير، هادوك باخاليتير على الشكل هذا، كتجي على الشكل هذا كيديروا 40 درهم هادو العاديين. وكاينين مثلا اخرى، شي واحد مثلا الكبير دير 80 درهم، الا بغا شي واحد على هاد الفكره ديال شكل القلب دير 70 درهم. وكاين ليليتير، ليليتير نشوفو مندوزو ليه، كاين ليليتير مغطيه بحال هذيك اللي مغطيه تما، اللي ما تيقولش لي مشي يدير لي داكشي على برا تبقى الريحه لداخل. كاين هادي، هذيك شحال؟ هادي دايره 280 درهم ديال الطاليان. كاين مانيطات كبار ديال لي كانيش، ديال شي مارينو صغيره ومشيشات كبار دايره 120 درهم. هاد لي زارباش، هاد لي زارباش اخويا دايرين 130 درهم. لي مانيطرا فيهم تما اللوينات، اللوينات الزراق والخضيضر والغوص. كاين هاد الساكادو، كاين هاد الساكادو هادو ما كيجيوش ماشي ترونسبار ومغطين كامل تما 220 درهم. وكاين هذا هاد لي مانيطات فيهم ثمن مناسب، اللي جاي يدي مانيطا ثمن 60 درهم. 60 درهم هما هادو فيهم اللوينات. وكاين هاد الطواليط ديال مشي تصاور هنا شهر تلقى 15 صافي، الثمن ديالو 110 درهم. يونس ندوزو لليتير، لليتير اخويا كاينه هاد السيتي كاب راه كانت مقطوعه يلاه دخلات، هادي 5 كيلو جار غليظ كتكون فيها غير الخزامه، الثمن ديالها 35 درهم. كاينه هاد لليتير 5 يطرو الثمن ديالها 30 درهم، لا هي لا هاد كاربون هي 30 درهم، 30 درهم حجر رقيق. كاين ميو، كاين ميو حجر غليظ فيها الخمسه وفيها العشره، الخمسه دايره 35 درهم و10 10 دايره 60 درهم. كاين هذه ديال العود، كاين هذه ديال العود الصغيره دايره 35، الكبيره دايره 60 درهم 10 كيلو. كاينه برو لاين دايره 50 درهم 10 يطرو، كاينه هذه الماركه دايره 48 درهم كبيره حتى 10 يطرو. كاين البرو، كاين الاثمنه الزوينين والبروموسيونات، كاينه هذه 10 يطرو في 100 دايره 57 درهم، كاينه اكا دايره 65 درهم 10 كيلو. العبار خويا 80 درهم الكيلو، وكاين ديال العود، كاين ديال العود حتى هي العبار 7 درهم.
اليوم شوفوا الحوت هنايا. جبنا الحيتان اخويا. كاين هنا بواسون روج. كاين الروكان. بواسون روج اخويا دايرين 30 درهم. وهذوك الروكانات اخويا دايرين 70 درهم. وكاين لي بوكال هنايا. هادي يوم شحال كتبقى كومبلي البوكال؟ كاين اللي كيبغي الصغيرة بالحوتة ديالها والماكلة ديالها كومبلي كتبقى معليه ب 80 درهم. وكاين اللي كيبغي الكبيرة بالحوتة ديالها بالحجر بالماكلة عليها كلشي عليها 100 درهم. شوفوا كاين حتى الماكلة ديال الحوت، كاين مونتي كلور، كاين الملحة، هادو كاين هذا هذا اف ام سي كلور كلور هذاك داير 20 درهم، كاين هذا العادي داير 12 درهم، كاين هذا تا هو اونتي كلور داير 20 درهم، كاين الملحة الذكية شي 30 بياسة داير 10 دراهم، كاين هذا الأكسجين تيتخلط مع تيلصق في التيو داير 15 درهم، كاين هاد الصغيرة حبوب داير 10 دراهم، كبيرة 20 درهم، ودوك شور كاس صغيرة شاي وفير كبيرة، صغيرة 10 داير 20، كاين التروبيكال ديال الطاليان داير 40 درهم والصغيرة داير 20 درهم، وكاين الشيمة كبيرة داير 30 درهم. ولا المادر حنا ديك الساعة الانسان تيجي على حساب العبار اللي عنده، كيعطينا العبار تعطيو الثمن، كاين 45 كاين 50 كاين 55 على حسب الثمن، وكاين هاد الشبيكة ديالو كيديروا 20 درهم ماشي بغيت خويا يونس. خويا يونس كما قلنا المحل في سيدي مومن ياك. سيدي مومن اخويا راه الميرا غتكون على الفيديو اللي بغى شي حاجه اللي قريب في سيدي مومن حي محمدي عين سبع ان شاء الله. ليبريزون اي واحد بغى شي حاجه كما بغات تكون ليبريزون تجي حتى للدار. اقول اللي بغى شي حاجه ليبريزون ماشي مشكل غير في كازا. اللي بغى شي حاجه توصل حتى للباب الدار. يونس خويا عاود خلينا الميرا ديالك 066 86 23 25. اللي بغى اي حاجه اخويا وجا قصد هذا المحل كاين الثقه كاين المعقول، هادو هما اللي تنبازي عليهم انا في هذا المحل. الاساس ديال التجاره هو المعقول والثقه، هادشي اللي كاين اخويا. وكنشكرك اخويا الياس كدير اكثر من فوق المجهود ديالك، كتوصل الناس الرساله كدور كتسخسخ انت خدام يعني بزاف كيخلي وقته وكيضيع بزاف الحوايج، كنشكرك بزاف. تحيه لخويا عثمان عسيله من هذا المنبر، هاد التحيه ديالك اخويا، والتحيه لخويا حمزه طور الزينه هادو من الاصدقاء، والتحيه لخويا حمدي توحشناك بزاف وبغينا نشوفوك عن قريب ان شاء الله. وتحيه للاخوان كاملين، اللهم يسر خويا يونس، تحياتي ليك وتحياتي للجميع، اللهم يسر خويا يونس. الله ينورك الله يحفظك خويا.